وهذا ندائي إلى الصدريين الشرفاء الأبات الذين هم على أهبة الاستعداد للاستعراض السلمي المدني الإسلامي، ثم للاعتصام بعد ذلك، ومن ثم للمقاومة العسكرية في حال بقاء الاحتلال جاثم على صدر العراق لا سامح الله، أن يلتزموا بكل الأعراف الاجتماعية والأحكام الشرعية التي تجعل منهم قدوة بالبطولة، قدوة بالبطولة والتضحية أمام العدو، وبكل سلام ومحبة ووئام ورحمة وعشق وفداء أمام الشعب برمته، لا يفرقون بين أحد منهم على الإطلاق، لا بعرق ولا بدين ولا تقليد ولا انتماء ولا تحزب ولا أي شيء آخر. وكما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ليكون ذلك فتحا مبينا إن شاء الله تعالى. فحياكم الله جميعا. الله فحياكم الله جميعا، والشكر لطاعتكم، وأكرر ليطمئن الجميع بأنني إن وجدت أي سوء ضد أي عراقي أيا كان فسوف أتخلى عن كل معتد، وسأفعل كل ما فعلت سابقا وكما عهدتموني، لا أخاف في الله لومة لائم، ولن أتستر على أي معتد ولو كان ممن يلوذ بي، فالدين والوطن هو المقدم دوما وأبدا. وشكرا.